إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فجميع النعم الظاهرة والباطنة التي لا نستطيع إنكارها والتي نحن مغمورون بها فإنها من الله تبارك وتعالى. وكان الواجب على كل من علم ذلك أن يكون لله من الشاكرين، لكن الأمر كما قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فعاب الله عز وجل على الإنس والجن كونهم لا يشكرون لله على جميع نعمه، بل لا يعرفونها، كما قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فانقسم الناس في الشكر على النعم على قسمين: الشاكرون والكافرون، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقد علم إبليس ذلك جيدا، فوعد الله تعالى على أن يسعى جاهدا في إغواء بني آدم لئلا يكونوا من الشاكرين، كما حكى الله عز وجل عنه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولما بذل الشيطان وسعه لينسي ابن آدم شكر ربه، أمر الله عز وجل العباد بالشكر في القرآن كثيرا، فقال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال سبحانه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال سبحانه: وكن من الشاكرين. وحتى لا يتوهم الإنسان أن الشكر كلمة تقال باللسان فحسب وليس عملا يقام به بالجوارح، قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. ذلك لأن الشكر يكون بالقلب بأن يعرف الشاكر أن النعمة من الله تعالى، وباللسان بأن يقول الشكر لله بالجوارح، بأن يقول الشكر لله، وبالجوارح بأن يستعمل هذه النعم في طاعة الله وما يرضيه. ولكن عباد الله، ما هي النتيجة بعد أن أمر الله عز وجل بالشكر وأمر إبليس بالكفر؟ إليكم الجواب في هذه الآيات. قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. كيف يكون الشاكرون قليلين مع أن الله عز وجل وعد للشاكرين العديد من الأمور؟ من ذلك أن الله تبارك وتعالى لما أمر المؤمنين بالشكر صار الشكر عبادة يؤجر عليها المؤمن، كما قال الله سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين. ومن ذلك أن الله عز وجل يرضى عن الشاكر، كما قال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يبين ويوضح الآيات الكونية والشرعية للشاكر حتى يفهمها وينتفع بها حق الانتفاع،
كما قال سبحانه كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن ذلك أن الله عز وجل يزيد على الشاكر من نعمه على شكره له على نعمه، فيكون الشاكر دائما يدور بين النعمة والشكر، كما قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن ذلك أن الله عز وجل يؤمن الشاكر من العذاب في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبعد ذلك كله يفهم المؤمن المراد من قول الله تبارك وتعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأنه وحده الذي ينتفع بالشكر. أما الله سبحانه فهو الغني عن العالمين، فلا ينفعه شكر الشاكرين ولا يضره كفر الكافرين. عباد الله، جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الحديث أفادنا أن النعمة كلما عظمت كان الشكر لأجلها أعظم، وإننا لنعيش اليوم بحمد الله تعالى في رغد من العيش. أطعمنا الله تعالى من الجوع، وآمننا من الخوف، وكسانا من العري، وعافانا من شر كثير. فاعلموا رحمكم الله أن كل نعمة لا تقرب من الله تعالى فهي في الحقيقة بلية. قال الله تعالى فهل أنتم شاكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.